أستاذي، أنا صراحة حابب يعني قبل ما أختم الحلقة حابب أسمع منك يعني هيك إذا بتسمعنا معلش مرة تانية مقطع من التغريبة من بعد إذنك، وخلينا نختم الحلقة. إن شاء الله. طبعاً مع فارق الطبقة وفارق التوزيع لأنه عمل متكامل هو. صحيح. فأكيد رح نسمع بسيط. لا تسل عن سلامتي، روحه فوق راحتي، بدلته همومه كفنا من وسادتي، صامت لو تكلم لفظ النار والدمى. قل لمن عاب صمته، خلق الحزن أبكما. الله عليك، الله عليك، فعلا جميلة. وفعلا أنا صراحة نحن يعني أنا كمشاهد عربي أنا ما بتخيل إنه اسمعها بصوت تاني صراحة، خلاص هي مربوطة بصوت عامر خياط، اسمعها من حدا تاني بتحسه ما بنسلطن عليها، خلاص هي جزء من ذاكرتنا، هي محفورة بذاكرتنا، خلاص التغريبة عامر الخياط. نستغل فرصة الحلقة الجميلة بحضورك وحضور المشاهدين. يسعد لي قلبك أستاذ. احنا مستضعفين جدا، فلا يعني لا نملك غير الدعاء لأهلنا في فلسطين الحبيبة الغالية.